أعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جي أف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. في حلقة اليوم راح نعرض عليكم نزال السوبر فايت بين اللاعب حسام قشوع واللاعب وليد طرابلسي. طبعا هذا النزال راح يكون في فئة المحاربين، طبعا نفس ما الجميع يعلم انه فئة المحاربين الضرب على الوجه في الوضعية الأرضية مسموح. راح نبدأ نتكلم اليوم في فقراتنا عن هذا النزال، ولكن قبل هذا خلينا نشوف البروفيسور ري إلبي في فقرة جي اف سي اون ذا مات. Welcome back guys, Professor Ray Elby with Kuwait Combat Athletics and GFC Wrestling to present your tips on the mat. Now today we're going to go over a very offensive position, the Muay Thai clinch. I'm going to go over some of the common do's and some of the common don'ts. Come on out here, Solly. A common mistake made by players, especially with the MMA gloves, is interlacing your fingers. The problem with this is if we get into any type of a wrestling exchange, I could actually end up breaking my own hand. So instead of doing that, what I want to do is I want to overlace my fingers, putting them on top of each other. Another common mistake that a lot of players make is they control the neck. And the problem with that is it makes it very difficult for me to land a strike to the head. Instead, I want to control the crown of the head. And I want to take my elbows and I want to suck my elbows in nice and tight, and I want to use this to pull him down. From this position, I can land an effective strike by driving him into it. If he decides he wants to block my knee strike, or if he decides he wants to punch while I'm trying to do this, it's very easy for me to elbow out of this position. Now from here, if he defends, if he starts fighting on me, okay, it's very easy for me to control this position and still control his head. A very cool takedown out of the Muay Thai clinch is what I call a push-pull sweep. What I'm going to do is I'm going to push with this hand, I'm going to pull with this hand, and I'm going to step to the outside of his leg. So again, it's going to be push, pull, and then I'm going to run this knee to the inside of his... So the strike's going to land on the inside of his thigh, push, pull, knocking him off balance for a very easy Muay Thai takedown. بعد ما شفنا جي اف سي اون ذا مات، صالح انا ودي اليوم شوي نطلع الموضوع الحلقه. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما انتم عارفين احنا اسره منظمه جي اف سي دائما نحاول نقدم لكم الافضل، وصالح وعادل كانوا متوجهين حق نيويورك يذهبون حق مفاجاه جدا جدا كبيره. صالح ودي تكلمنا ان اني رحت نيويورك وشنو شفته وشنو كنتوا قاعد تسعون له. طبعا سعود الاساس كان من الرحله انه بدنا نتعاقد مع جهه رقابيه، الجهه الرقابيه اللي بيسموها السانكشنينج بودي، فالحمد لله توفقنا في التعاقد مع احد الجهات الرقابيه اللي تابعه لها منظمه او اللي بتشكل هيئه رقابيه على اغلب المنظمات العالميه ومنها طبعا اليو اف سي. راح نعلن عن اسمها وراح نعلن عن التفاصيل وعن الادفانتج اللي راح تكون موجوده. طبعا هاي راح تغير الانظمه عندنا بشكل اكبر. احنا طبعا نسعى اكثر واكثر نحو الاحترافيه بشكل اكبر، نسعى نحو العالميه. اللي راح يستفيد منها اكثر شيء هم اللاعبين، خصوصا انه اللاعب لما يطلع يشارك برا في بطولات عالميه راح لما يحكي لهم انا مشارك في منظمه تخضع لهي الجهه الرقابيه، هذه طبعا راح ياخذ اعتراف في اي منظمه واي مكان يروحه في العالم. احنا كان هدفنا من هذا الموضوع طبعا اعطاء قيمه مضافه اكبر للمنظمه من خلال هذا العمل، بالاضافه الى انه احنا رحنا نستزيد من الخبره والمعرفه في بطولات الام ام اي. طبعا سعود انت زي ما انت عارف وجماهيرنا طبعا عارفين انه تنظيم في البطولات الفنون القتاليه المختلطه هو ليس تنظيم فطري انه الانسان ممكن يلاقي نفسه مره واحده بيعرفه، لازم يتعلم، لازم يشوف، لازم. فاحنا رحنا على احد البطولات الحديثه في اللي صارت في نيويورك وهي تعتبر اول بطوله رسميه. طبعا رحنا مع الحكم بليك جرايس لانه هو منزل لاعبين فيها، فرحنا على الباك ستيج واحنا كان عندنا هدف انه ما نكون مثلا في المقاعد بنتفرج على البطوله، كنا بدنا نشوف ايش اللي بيصير خلف الكواليس من ناحيه تجهيزات اللاعبين، من ناحيه وجود احد اكبر منظمات السانكشننج بودي اللي كانت موجوده او لجنه بسموها لجنه العقوبات او الجهه المشرفه على البطوله، نشوف كيف يتم التنظيم من الناحيه الفنيه بشكل اكبر، من ناحيه احترافيه.
صدقني هذه أضافت لنا الكثير من المعرفة وأشياء راح نستفيد فيها في المرحلة القادمة، خصوصاً أنه وجودك تحت أحد اللجان الرقابية راح يعطيك منهجية أو يعطيك أبروتش تمشي عليه، فراح يكون شغلك سيستماتيك أكثر من عدة نواحي، وبالتالي هذا كله راح يعكس للمشاركين وللأبطال اللي راح يكونوا في جي اف سي، لأنه راح لما يأخذ مثلا شهادة من المنظمة في مشاركته أو في حصوله على ريكورد معين، أي مكان راح يروحوا في العالم راح يعترفوا فيه في هذا الريكورد. يعني باختصار اللاعب اللي راح يشارك جي اف سي راح يصير لاعب عالمي، ريكورد معترف فيه رسمي. بالضبط، احنا على فكرة موجودين، يعني احنا من قبل موجودين الريكورد تبعنا على مواقع عالمية، هي مش لا اعتراف اكبر، ولكن احنا لازم كبير. نطور، احنا ما بدينا من الاخر، احنا بنبدا يعني بنصعد السلم درجه درجه، وهذه من احد المراحل اللي لازم لا احنا نمر فيها. انا مش حابب اتكلم عن التفاصيل كثير، راح اخليها لوقت اقتراب البطوله. بس ودي اسالك سؤال، انت طبعا بجي اف سي انت رئيس التنفيذي، بس لما رحت نيويورك لما دشيت البطوله كنت احد اعضاء فريق اللاعبين المشاركين. نعم، شفت لاعبين المبتدئين عندنا بالجي اف سي، وشفت لاعبين هناك عندهم، هل تحس ان لاعبيننا يعني مثل ما تقول مبتدئين يقدمون اداء قوي، يعني في مجال ان شاء الله نشوفهم بالعالميه؟ سعود، احنا البطوله اللي شفناها يعني انا كان تقييمي لها من ناحيه طبعا اداريه ومن ناحيه فنيه، وجودنا خلانا نطلع على هاي النواحي في الباك ستيج مع احد اللاعبين. يمكن أنا من البطولات اللي حضرتها ما أتيح لي أني أكون دائماً في الباك ستيج، إحنا دائماً موجودين عند القفص، فشفت أشياء أنا كنت حابب من زمان أطلع عليها أكثر من ناحية الإعداد الفني، من ناحية أما بتكلم عن مستوى اللاعبين، أعتقد أنه إحنا مستويات اللاعبين عندنا أو مستوى التنظيم، إحنا على فكرة خليني أحكي شغلة مهمة، لما كان الحكام نجيبهم من امريكا وكانوا يمدحوا فينا ويمدحوا في التنظيم، احنا كنا نتوقع انهم نوعا ما ببالغوا، بس انا لما رحت عرفت انه احنا قاعدين بنسوي حدث عالمي بكل المقاييس، تفرجت على البطولات، تفرجت على التنظيم، عندنا ابطال صدقني يعني مهيئين لانهم يروحوا على بطولات عالميه وينافسوا بشكل كبير، بس طبعا لازم الاحترافيه تفعل اكثر. امتى راح تفعل سعود؟ لما اللعبه نفسها تصير مهنه للاعب، ممكن انه اللاعب يعيش ويترزق من وراها، هذا راح نشوفه ان شاء الله في المراحل القادمه. احنا طبعا طالما احنا شغالين راح نلفت اكيد انظار كثير من المستثمرين ورجال الاعمال للفايترز، بحيث انهم يكونوا سبونسرز لهم، وهي اللاعبين فنون قتاليه في المنظمات العالميه هذا المين سورس اوف انكم لهم. فبالتالي انا من ناحيه التنظيم ومن ناحيه البطوله اللي شفتها، انا شفت انه احنا في ليفل يمكن سعود مليون بالمية احنا متطور عن اكثر من البطولات اللي موجوده في امريكا، طبعا بطولات او موجوده في العالم، بطولات على فكره البطولات العالميه الكبيره هي بطوله او بطولتين في العالم هم اللي هذول المتميزين من اكبر المنظمات، طبعا نفس يو اف سي وغيرها من المنظمات، لكن احنا خلينا نتكلم عن نفسنا كمنظمه، نقارن نفسنا في دوله في امريكا الام ام اي انشئت فيها، ولكن احنا يعني نشات الام ام اي كبطولات احترافيه عمرها ما يتجاوز سنه عندنا، فالمستوى صح. جدا مبشر احنا بفيه. كاسره جي اف سي نفتخر ان مثل ما انت صالح عارف مثل المشاهدين عارفين احنا منظمتنا ابتدت الحين اقل من سنه، واحنا فخورين وايد بهذا الانجاز، واحنا دائما نطمع عشان نقدم الافضل. اعزائي المشاهدين خلونا ننتقل حق موضوع حلقتنا الاساسي عشان تعرفون اكثر عن اللاعبين، تابعوا معي هذا التقرير. أعزائي المشاهدين، نفس ما شفنا في التقرير التعريف على اللاعبين، صالح يا ريت تكلمنا عن نقاط القوة ونقاط الضعف لكل اللاعبين. طبعا البطل حسام قشوع وهو معروف للجميع، هو طبعا مدرب MMA وهو اصلا متخصص في التايكواندو او الكيك بوكسينج والجوجيتسو. وليد طرابلسي هو طبعا
متخصص في الموي تاي والكيك بوكسينج، وهو طبعا بطل عالمي وليد طرابلسي. الاثنين شاركوا في بطولات جي اف سي. حسام قشوع شارك في جي اف سي 1 ما حلف الحظ، وايضا وليد طرابلسي شارك في جي اف سي 2 وما حلف الحظ. اعتقد انه الماتشنج بينهم جدا ممتاز، نتوقع نشوف مباراه قويه تمتاز بالسرعه والاثاره والقوه. صالح، خلنا نشوف جاهزيه اللاعبين. اعزائي المشاهدين، تابعوا معي هذا التقرير. معنا ايضا اللاعب والبطل حسام من الاردن اللي راح يخوض طبعا النزال الثامن. يعطيك العافيه حسام. الله يعافيك، الله يحييك حسام. كلمنا عن استعداداتك قبل البطوله هذه، وايش كثر كانت فترتك؟ والله الاستعداد كان اكثر من جيد، يعني لي شهرين بستعد. طبعا الام ام اي معروف في لها اكثر من اتجاه اللياقه والقوه مع بعض، واتجاه الستاند فايت والجراوند فايت. فيعني شهرين كنت مقسم جهدي على ثلاث مراحل هذول، والحمد لله اتوقع اني جاهز ان شاء الله للفايت ان شاء الله. حسام، انت كنت مشارك في جي اف سي 2 اللي فاتت؟ لا، انا كنت مشارك ب1 كلاعب ومدرب، وب2 كنت مشارك فيها كمدرب بس 2، والحمد لله في التنتين احنا اللي اخذنا الاحزمه بالوزن اللي مشاركين فيه. معنا البطل وليد طرابلسي اللي راح يخوض طبعا النزال الثامن في هذه البطوله جي اف سي 3. يعطيك العافيه وليد. تشكر، عايشك يا رحم والديك. وليد، انت طبعا من تونس؟ من تونس. وليد طرابلسي من تونس ومقيم في الرياض في السعوديه، وان شاء الله باش نمثل نسور مواي تاي هنا، وان شاء الله نطلب حاجه واحده، ان شاء الله نتصرف في النزال هذا باش نقابل تومي ان شاء الله. شلون كانت استعداداتك وليد قبل البطوله؟ والله كويس، عملنا المجهود اللي علينا والبقية على الله سبحانه. بعد ما شفنا تجهيزات اللاعبين لخوض النزالات، خلينا الحين نشوف النزال لوزن تحت 75 كيلوغرام لفئة المحاربين بين البطل حسام قشوع والبطل وليد طرابلسي، ولكن بعد الفاصل.